يسوع الطريق والحق والحياة. أحبائنا مشاهدين قناة الحياة المسيحية، سلام ونعمة الرب يسوع المسيح تكون معكم وتدوم فيكم. كتير فرحانين أن تكونوا معنا في هالحلقة الجديدة، ونحن عم نتشارك ونتشجع ونشجع بعضنا البعض ونتأمل في كلمة الله، كلمة الله التي تغير حياتنا وتعطينا مقياس كيف بنعيش حياة مسيحية صحيحة وسليمة. الرب يبارك حياتكم. كمان بتمنى أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم مع أحبائكم، كمان تحطوا تعليقات إذا عندكم أفكار، إذا عندكم صلوات حابين أنه تشاركونا فيها، نصلي من أجلكم في مسيرة الحياة. كمان حابب رحب بقسيس ياسر، رب يبارك حياتك يحفظك كل مرة جديدة. هاي بالنسبة إلي يعني شيء رائع جدا أنه نكون هيك عم نتحدث مع بعضنا البعض ونتأمل في كلمة الرب يسوع المسيح. ياسر، المرة الماضية كنا عم نتكلم في موضوع التطويبات، وكنا عم نتكلم عن أول تطويبة، 9 تطويبات اللي الرب يسوع المسيح أعطاهم، وكانت التطويبة الأولى طوبة للمساكين بالروح. كلمت سألتك سؤال أنه ما معنات كلمة طوبة. كلمة طوبة عرفتها بأنه نيال الشخص، يا بخت الشخص، سعادتك، يعني يا سعادة الشخص، يعني اللي بيكون حاصل في موقف معين أو حاصل على شيء معين. تكلمنا طبعا عن المساكين بالروح، مين هم وشو نتيجة الشخص المسكين بالروح أنه له ملكوت السماوات. واليوم حابين نتابع في نفس المقطع الكتابي ياسر من إنجيل متى إصحاح 5، بيتكلم في التطويب الثاني الرب يسوع المسيح له كل المجد، وبيقول طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. سؤالي ياسر، مين هم الحزانة؟ يا ده راح نجي إله، والموضوع الحزانة ده كتير كتير مهم. بس زي ما أنت يعني قلت في البداية إن كلمة طوبة يا نيالك، يا سعادتك، يا بختك. وهذول التطويبات اللي شفناهم الأسبوع الماضي أو اليوم راح نشوفهم إنه على عكس منطق البشر. يعني الفقراء والمساكين والحزانة، يعني العالم العادي بيقول لك انه الاقوياء ومش عارف ايه والاخره، وهون انه العكس تماما، عكس تماما لمنطق البشر. فلما نقول لك طوبى عشان اجي للسؤال تبعك، يعني عاده توقعات البشر بيقول لك طوبى للاغنياء الاقوياء، يا نياله عنده فلوس، عنده قوه، اذكياء، ده يا اخي بيضرب الصخر بيفجره، يعني ده بيدخل قبضاي في البلد كلهم يعني انا يا ريت كن زيه. ده هو العالم. بس ما فيش حدا فينا اليوم بقول يا اخي يا ريت انا اكون يعني مسكين، طوبى للمسكين، للفقير، فقير. شفت ازاي؟ يعني ما في تشوف واحد حزنان والحزن قول له نيالك يا اخي، يعني انت وين ونحن وين. فهي التطويبات ديت عكس توقعات البشر. وتعرف ليه؟ لانه الايمان المسيحي هو عكس يعني عكس توقعات البشر. نحن اليوم كنا نتكلم في موضوع، يعني قلت لك اذا انا فيا اعمل دين، شفت ازاي؟ راح اعمله ممكن يكون زي الدين الاسلامي مثلا، دين قوي يعني. قوي، وانه يعني اللي بيضربك تكسر راسه وجهاد لانه هذا على حسب منطق البشري. هو بس لا يمكن انا اعمل ايمان اقول لك يا اخي يعني طوباك لما تكون حزنان، كن ضعيف وكون بسيط، طوباك لما تكون مسكين، مسامح عدوك بالضبط وحب. يعني ما هي المشكله؟ قال لك انه يعني عن يعني اذا عدوك جاع فاطعمه، قلنا ماشي. قال لك واذا عطش اسقي، واذا اخذك ميل ميلين، واذا ضربك دير الوجه الثاني. يعني كل الايمان المسيحي كله عكس تصورات البشر. واو. عشان هيك لما نيجي هون بيقول طوبى للحزانة، على فكرة هون في الترجمة اليونانية كلمة يعني طوبى للحزانة اللي هي ما أسعد الحزانة. بس الحزن، عشان نرجع للسؤال تبعك، الحزن اللي مقصود هنا في الترجمة اليونانية إنه الحزن اللي بحرارة، مش بس واحد ماخذ بخاطره، مش واحد إنه يعني ضربته أو عملت إنه حزن يعني بعد لحظة تلاقي انه اموره تغيرت. بس هنا اللي المقصود باللغه اليونانيه حزن بمراره، يعني شيء داخلي. كيف شيء داخلي؟ يعني ممكن تشبهه بحزن يعقوب لما مات يوسف.
بقول لك هناك وناح على ابنه أياما كثير. هذا الحزن اللي مقصود، حزن داخلي، حزن يعني بوجع، حزن مش بس فقط إنه شيء عابر كيف، أو يعني في لوقا 6 بقول توباكم أيها الباكون لأنكم ستضحكون كيف. فهون اللي بيعنيه إنه حزن داخلي بمرارة يا وإله أسباب يعني أعمق مما نحن شو نتصورها. لأنه يعني ممكن يسأل سائل ياسر يقول لك أنه يعني الرب يسوع عم يقول لك هون طوبى للحزانة، هل يا ترى كل حزن هو يا لسعادتي عليه؟ هل يا ترى يعني إذا فقدت شخص طوباي، هل يا ترى فقط إذا أنا كان عندي مشروع وخسرته فبحزن فطوباي؟ فشو شو يعني شو مسببات الحزن؟ شو هي مقاييس هذا الحزن اللي الله بيقصده هون؟ وعشان نجاوب على هذا السؤال خلينا نسأل السؤال بطريقة تانية، يعني شو هي الأحزان اللي ما فيهاش عزاء؟ يعني هون بقول لك إنه طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، معناته في عزاء، في حزن ما فيهوش عزاء. شفت كيف؟ يعني يعني ما أتعز هذا الحزن. يعني أنا وجدت كذا من الاسم شو من الصفات. أول إشي مثلا حزن الحسود والحقود، يعني واحد يعني يعني يشوف إنه جاره جات يعني اشترى له سيارة أو ناجح أو ناجح يحزن، هذا الحزن ملوش عزاء. حلو. لأنه هذا حزن الخطية. حلو. شفت كيف؟ حلو. هذا الحزن ما رح يوصلك في علاقتك مع ربنا بأي طريقة كان. حزن الإنسان المتكبر الأناني، ليش مش أنا؟ يعني أنت تدخل تتكلم مع الجنبي ما بتبصلي ما تتعامل معي، ليش بتعامل معي بهذا؟ تلقاني أخذت أخذت بخاطري وحزنت وطلعت وكسرت الدنيا ويا ويل اللي بيصادفني في الطريق. يعني ياسر أنت حابب تقول أنه في حزن سببه خطيئة؟ يعني الخطيئة هي مسببة نوع من أنواع الحزن؟ بالضبط. يعني يعني الحسد مثلا، واحد يحزن يا أخي. بص في ناس، في ناس تلقاهم أنه من حسدهم للآخر شفت كيف؟ ما بدهم انه الانسان اللي مقابل لهم جارهم او ابنه او بنته او ما يسعد باي شيء. واو. مره قرات قصه قال لك في مساجين اثنين حاكمين عليهم بالاعدام، وقالوا له انت كل واحد فيكم قبل الاعدام عندك اخر وصيه، يعني واخر شيء بتعمله يعني بنحقق لك. اللي بيقول بده أكل الفلانيه واللي بده مش عارف. ففي اثنين مساجين واحد بيحقد على الثاني بطريقه غير عاديه. فالاول قال يا اخي انا امنيتي انه قبل ما تعدموني اشوف امي احكي معها. قالوا له مش مشكله. الثاني قالوا له شو انت يعني شو امنيتك؟ قال انا امنيتي انه هذا ما يشوف امه. شفت كيف؟ واو. يعني يعني في ناس هيك، في ناس تلقى انه يعني قلبه مليان بالشر ويحزنه على فكره ويمرضه. يمرض لانه الشخص المقابل له نجح في موضوع معين. هذا الحزن لا يمكن يكون فيه تعزي. هذا الحزن راح يؤدي الى مرض ضغط السكر، راح يرفع ضغطك، راح ياذيك صحيا وروحيا. واو. على فكره حتى على الجانب الروحي تلقى ان في واحد الله معطيه موهبه معينه انا ما عنديش. تمام. شفت كيف؟ طيب يا اخي يعني هو صوته كويس وبيرنم وبيشجع الناس، انا اذا رنمت كلهم راح ينفروا. انا لازم اكون فرحان لاجل هذا الشخص. تمام. كيف؟ واصلي انه الرب شو يبارك بهذا الموضوع. هذا النوع من الحزن لا يمكن انه واحد يتعزى منه. على فكره في حزن ثاني تلقى واحد لص بده يسرق، يجي هيك يلقى يعني الاسم شو فشلة الخطة يرجع يعني حزين. انا كنت في الزمانات كنا بنزور يعني البيوت اللجوء، واحد لقيته يعني هو مش مؤمن كيف، وبيشغل ايات بده انه. فقلت له يا اخي انت اساسا مش مؤمن بالكلام اللي بتسمعه، الكلام المقدس اللي بتسمعه. قال لي لا انا حطيه عشان ربنا يعني يبعد عن الاشرار. واو. قلت له مين هذول الاشرار؟ قال لي الاشرار هذول البوليس واصحاب المحلات. واو. يعني بالنسبه له هو
البوليس شرير لأنه عم بتابعه عم يمنعه عن الخطيئة. شفت كيف؟ هذا حزن لا يمكن يكون فيه تعزية. شفت كيف؟ واو. اللي أنت قلته موضوع إنه واحد يحزن على إنسان مات. شفت كيف؟ بتوقف النهاردة إذا أنا بحزن برجاء يختلف لمن أكون حزنان من غير رجاء. شو تقصد ياسر بموضوع أنه حزن برجاء وحزن من غير رجاء؟ الحزن اللي برجاء نحن نؤمن أنه في حياة ما بعد الموت. تمام. الدليل على ذلك أنه المسيح قام بين الأموات. هذا هو الدليل القاطع. نعم. أنه نحن لمن الموت بالنسبة للإنسان المؤمن أنه انتقال، أنه مش آخر كلمة. أما الإنسان الغير مؤمن اللي ما اللي مش عارف أنه عنده حياة أبدية أو لا، مش متصالح مع ربنا، هذا مش يكون مرتعب من الخوف، تلقى مش مرتعب من الموت، تلقى خايف يوميا. أنه يعني على فكرة حتى دلوقتي ظروف الكورونا طبعا أنه في كل هذا نحن لازم نعمل حسابنا ولا آخره وصحية ونلبس كمامة، هذا كله كويس ولازم نلتزم فيه، بس داخليا أنه أنا إذا متت اليوم ما عندي خوف من الموت. ليش؟ لأنه عندي مصير أبدي في المسيح. فزوجتي إذا حزنت لأجلي تحزن لأجلي برجاء أنه أنا رح أقوم من بين الأموات وبرجاء نحن نلتقي في السماء. أما إذا إنسان ما عنده هذا الرجاء تلقى طبعا يلطم ويضرب وواول آخره، فحزن وحزن دائم بالضبط وحزن دون الرجاء. بس هذا مش الحزن اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس هنا. يعني شفت كيف؟ أو مثلا واحد يعني حزين أنه يحزن على أمواله، البورصة انضربت. شفت كيف؟ ويعني خلاص. هذا كان في شخص أكيد أنت كمان سمعت قصته، يملك يعني مئات المليارات بالزبط. لأنه خسر في البورصة 10 مليون، فراح يعني وضع نفسه أمام القطار وانتحر. هذا مش الحزن اللي بيحكي عنه الكتاب المقدس بهذه المرة. فمش الحزن اللي الحزن الشرير، الحزن اللي بينتج عن الشر، هذا مش مقصود هنا. لأن الحزن اللي بينتج عن الخطية لا يمكن يكون فيه تعزية. النهاردة إذا أنا حزين لأنه بحسدك لا يمكن أتعزي. لكن في حزن كمان ياسر من نوع آخر، يعني في ناس حتى يمكن شوي ناخد الموضوع كمان من جهة أخرى. في ناس بتعمل الخطية وبتحزن لأنه عملت الخطية فيما بعد، فهل هذا الحزن له علاقة بالموضوع هون؟ صح، له علاقة، وده اللي رح نجي له دلوقتي، إنه في عدة الحزن اللي قاصده الكتاب المقدس هون له جوانب عميقة جدا جدا. وخليني أقول لك إنه شو الحزن الموضوع. أنت تطرقت لهذا الموضوع، أول إشي الحزن والندم على الخطيئة. إن إنسان على فكرة المؤمن يخطئ وغير المؤمن يخطئ، كيف؟ ممكن نعمل نفس التصرف، بس شو الفرق؟ المؤمن غير المؤمن يخطئ ويفتخر بالموضوع، ما هميه، شيء روتيني. شفت كيف؟ كذبة هنا كذبة هناك ما هميه. بس الإنسان المؤمن واللي عنده علاقة مع الله أول ما يخطئ، شفت كيف؟ بيدخل في حزن وندم عميق جدا جدا. ليش؟ لأنه أحزن قلب الله. الإنسان المؤمن اللي بيعمل خطيئة ولا يحزن، واللي بيعمل خطيئة ولا يدير باله فيها لازم يراجع حساباته، لازم يراجع حساباته، موقفه من الإيمان، إنه في شيء غلط، في شيء غلط 100%. شفت كيف؟ إنه كون النهاردة إنه أنا يعني أخطئ إليك أو أقول كلمة. على فكرة الإنسان اللي فيه روح الرب أول ما الكلمة تطلع مني أنا بعرف يعني في حالات في لحظتها بعرف إنه هذا الموضوع غلط. طبعا ممكن في خطيئتي أبرر لك الموضوع، أقول لك يا أخي ما هو استفزاني، لكن داخليا الروح القدس ممكن يأنب الإنسان المؤمن. بالضبط، أقول لك يا أخي هو استفزاني، هو قال، هو اللي يا أخي هو استفزاك ما استفزاك، هو ابتدى ما ابتدى، خطيئة. شفت كيف؟ الإنسان المؤمن. فبتشوف الكتاب المقدس الحزن والندم على الخطيئة. يعني في عدة شواهد للموضوع ده. يعني إذا شفت مثلا مزمور 6:6 بيقول أعوم كل يوم سريري بدموع. يعني توبة كل يوم، توبة. مراجعة كل يعني في يوم. نهاية كل نهار شو عملت، شو هي الأخطاء اللي ارتكبتها. مين اللي بيتكلم هنا؟ داود. داود النبي اللي بنعرف قصته، اللي عمله داود على فكرة يعني شيء إنه بشريا لا يحتمل. صحيح. على حسب قداسة الله إنه الله لا يمكن يقبل هذا الموضوع، قتل والزنا
ويعني شهوة ومش عارف إيه ولا آخر، ولأنه كان عنده علاقة مع الله، لأنه الكتاب المقدس بيقول عن داود رجل على حسب قلب الله. قلب الله يا أخي، على حسب قلب الله ومصايبه وبهذا التصرف ما تزبط. وعشان كده أنه داود كان يعوم سريره بكل يوم بالبكاء. ليش؟ لأنه أدرك. عشان هيك قال أيوة، عشان هيك قال أنه يعني أخطأت إلى السماء وإليه قلبا نقيا أخلق. وعلى فكرة حتى ما بعد ربنا غفر له خطيته، يا داود بيقول لك أعوم سريري كل يوم، بيندم. يمكن هذا جزء من يعني لأنه كان على قلب الله. بالضبط. الله بيقول لك لأنه أنت كل يوم عم بتتوب عن خطيتك وعم ترجع وعم تعترف بخطيتك، وكل يوم عم بتحاول أنه تندم على الشيء اللي أنت عملته. هذا جزء من بالزبط. مفهوم الله يعني. على فكرة داود مش أول واحد زنى ولا آخر واحد زنى، مش هيك؟ بس ليش خطية داود كانت كبيرة؟ لمكانة داود عند الله. طبعا لما أنت شخص بيعز عليك بالضبط، كيف؟ لمكانة داود عند الله خطيته كانت كبيرة 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 جدا جدا. وهذا مش معناته احنا عندنا أكبر الخطايا كبيرة والصغيرة، بس لمكانة داود الله ممكن يطلب من يعني الله ممكن يطلب منك شيء أكثر مما يطلبه مني، لأنه أعطاك أنت مواهب، أعطاك أمور أحسن مني بكتير في أمور كتيرة، في تقدمك الروحي والآخرة. شفت كيف؟ عشان هيك بقول لك اللي أعطي أكثر يطلب منه أكثر مسؤولية في الموضوع. فداود بيجي ويقال لك يعوم. الحزن الثاني اللي أنا وجدته كمان، شوف بطرس. بطرس أنكر المسيح كم مرة؟ ثلاث مرات. كان بيعرف أنه أنكره؟ طبعا طبعا. وأنكر أمام جارية، وأنكر أمام ناس لا يعني هذه الجارية على فكرة لا حول ولا قوة، يعني لا كانت رح تعتقله ولا كانت رح تصلبه ولا. بس أنت عارف لما نحن بنكون يعني خايفين وركبنا مهتزة، مش محتاج عاصفة تجي تشيلك، أي شيء بسيط. هذه جارية لا حول ولا قوة لها، واحتمال تكون حتى غريبة على المجتمع. حتى إذا مشت وتكلمت عليه والناس ما رح تسمعها. حتى أمام هذه الجارية اللي ابتدى يسب ويلعن وأنا مش عارف ومش عارف إيه، وصاح ديك. شو عمل بطرس؟ على فكرة بطرس أنكر المسيح، ويهوذا يعني أنكر المسيح، وكمان شو سلم المسيح. الاثنين أخطوا على فكرة. يا يهوذا شو عمل؟ ندم على الموضوع ومش وشو عمل؟ مش شنق نفسه. فهون بدل ما يحزن راح ارتكب شيء بالزبط. أصعب لسه بالزبط. بطرس حزن، فقال لك شو؟ قال لك وخرج إلى خارج وبكى بكاء مرا. هذا هو الحزن. هذا هو الحزن اللي بيحكي عنه الكتاب المقدس، بيقول طوبى للناس دول. الإنسان اللي بيحزن على خطيته وبيندم بهذه الطريقة. يعني بولس كمان بيقول إنه يعني الآن أنا أفرح لأنكم حزنتم بمشيئة الله. هون بص يعني في حزن بمشيئة الله. لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة للخلاص. واو. يا الحزن اللي بحسب مشيئة الله. يعني الحزن زي ما أنت عرفته قبل شوية، إنه الحزن على خطيئتي، الحزن على ارتكابي لكسر يعني اللي كسر قلب الله. هذا الحزن اللي بينشئ في النهاية توبة. توبة. ويخليني يصلحني، يخليني إنه أرجع 180 درجة في الاتجاه المعاكس. بس كيف ياسر إذا يعني قد يقول قائل مثلا، أنا كيف فيني أعرف إنه الحزن تبعي هذا اللي عم بحزنه هو حزن بحسب قلب الله وسوف يعزيني الله عنه، أو هو حزن أنا لربما مصطنع، يعني لربما مشاعري، لربما أنا تأثرت بشيء معين أو تأثرت بشيء لكن يعني بمنسوب قليل. مش يعني في ناس بتخطأ وبتقول لك أوكي أنا ندمت يا أخي سامحني معلش، بس بنفس الوقت بيبرر من جهة تانية بيقول لك أنه يعني شيء حصل قدامي وما حسنت إلا أنه أعمل هذا الموضوع. وهذا مش الحزن اللي بيتكلم عنه الكتاب. على فكرة لو أي واحد فينا زي ما قلت لك لمن يخطئ بيعرف أنه أنا اللي عملته غلط، وطبعا في أبرر وفي أقول يا ربنا يعني ما نحن بشر ونحن في جلسة الله، هذه كلها هذا مش إنسان معناته ندم على خطيئته. واللي بيخليني أعرف أنه أنا أخطأت وأنه الموضوع عميق كلمة الله. حلو. مقياسي كلمة الله بيقول كونوا قديسين كما أنا قدوس. المقياس تبعه هو المسيح.
هل أنا عايش على حسب هذا المقياس أو لا؟ شفت كيف؟ فأول ما أدرك هذا الموضوع، أول ما أدرك هذا الموضوع لازم أتصرف زي ما تصرف داود النبي، وأقول يا رب إن أنا مش بس ندمان وأنا حزنان، شفت كيف؟ والرب راح يشوف قلبي وراح يعزيني، وعلى فكرة راح يعزيني مش إنه فجأة إنه أبتدي أنط وأصرخ، راح نجي لهذا الموضوع، لا، راح يعزيني بقول لي إنه غفرت لك خطيتك. واو. كيف؟ إنه الرب إجابك للحظيرة طبعا. بس هذا كله الحزن اللي حسب مشيئة الله اللي ينشئ توبة، لأن بولس الرسول بيقول أما حزن العالم ينشئ موت. واو. في حزنين. في حزن على حسب مشيئة الله، إنه أنا أدرك إنه عملت خطية، أدرك إنه أنا مش ماشي بنفس الطريقة اللي ربنا عملها. على فكرة يعني النهاردة أنت عندك أولاد، أنا عندي أولاد، هل نحن عاملين خطط كويسة لأولادنا؟ المفروض. مفروض. يعني. هل نحن متمنى لهم الخير؟ المفروض. يتقدموا. تمام. يكونوا ناجحين. طبعا. لما يفشلوا في موضوع معين تحزن ولا لا؟ طبعا. شفت كي ده اللي صاير هنا. يعني يحزن قلب الله، ولما أنا أعرف إنه أنا حزنت قلب الله، يعني تخيل معي إنه ربنا حزين على خطيتي، فكم بالحري أنا؟ يعني إذا الله القدوس اللي ما فيه ظل يعني لف ولا دوران اللي لا يقترب منه شيء يحزن ويندم مرات، فكم بالحري أنا وأنت بهذا الموضوع؟ ياسر، يعني تلخيص للموضوع أنه حزني لابد أنه يكون فيه له نتيجة، والنتيجة صح. هاي لابد أنه أنا أتفاعل تجاهها ويكون في عندي توبة وندامة وبكاء مثل ما عمل داود بالزبط. في نهاية نهاره بالضبط، ومش استسلام. لأنه أنت عارف إيه، إبليس ممكن يجي يقول لك بص ما نحن امبارح يا أخي اعترفنا بخطايانا، يعني أنت افتكر ربنا ديت أنه قاعد بس ما عنده شغلة إلا أنت، أيوة يراقبك ويشوف، قول له ربنا ما عنده شغلة إلا يغفر لخطيتي، هذا مش معناته أنا أتساهل بالخطية. الصديق يسقط 7 مرات والرب يقيم، فمش لازم نضل في الحزن تبعنا وندخل في اكتئاب. شفت كيف؟ انه نحزن برجاء، رجائي انه رح نتعزى لما بيكون يعني بعد حزني تجاه الخطيه يكون عندي اعتراف وتوبه امام الرب، هذا بيساعدني على انه كمان انه اتخلص من هذا الحزن اللي موجود عندي. بالضبط. هل كمان ياسر ممكن يساعدني انه اشارك مشاعري او اشارك الامور هاي مع اخرين، مع اخوه معي موجودين حوالي، اصدقاء، معارف، مع اخوه ممكن يصلوا من اجلي؟ طبعا طبعا، نحمل بعضنا البعض. يعني انا اكثر شيء بحذر فيه الناس انه لا تخلي ابليس يستفرد بك. تعرف بنضل في خطياتنا امتى؟ لما نحن نضل وحدينا. انت عارف احسن شيء ممكن الانسان يعمله من اسقط في الخطيه انه اعترف الخطيه امام الله والقى انسان انا بثق فيه واتكلم معه، مش هذول اللي بيحطوا الامور في الفيسبوك بكره. شفت كيف؟ مش قاصد هذولا، قاصد انك بتقل انه الرب يبعت انسان امين بتقول له انا حصل في حياتي كذا كذا. تعرف ليش هذا الموضوع مهم؟ لانه اول ما نحن نحكي في الامور لفظيا معناته نزعنا كل السلاح اللي ابليس ممكن يستخدمه ضدنا بكره. حلو. شفت كيف؟ انه انا اعترفت امام الله، اعترفت امامك انك بتصلي لي، شفت كيف؟ وتراقبني، تراقبني مش لانك بدك تديني. يمكن هذا شوي، هذا فكر كتير رائع وكتير مهم اللي عم تتكلم فيه ياسر، بس يمكن نحن شوي بثقافتنا الغربية الموضوع يعني نحن بنظن على طول السوق أو عنا حكم مسبق على آخرين، أنه إذا حكيت لشخص معين شيء عن حياتي الخاصة ممكن يطلع زي ما أنت قلته، فكيف كيف نحن ممكن هذا الموضوع يعني نحطه نبلوره بنوع يعني بطريقة ما بحيث أنه نتجرأ بالفعل يكون في عنا أشخاص نروح ونقعد معهم نتشارك معهم في أحزاننا، نتشارك معهم لربما في توبتنا عن خطايا معينة. أنا بالحياة مش قاصد إنه نحن يعني تلاقي أي حدا تحكي معه، مش هذا المقصود. المقصود إنه في الصلاة إنه الرب يرشدك ويرشدني لإنسان أنا أستأمن أمور معينة. شو قلت كيف؟ وإذا اليوم إنه أنا بستأمنك إشي معين عن حياتي، هذه أمانة، أمانة تجاهك أمام الله. تخيل معي هنا هون في أوروبا، أنت خبير بهذا الموضوع أكثر مني، يعني حماية المعلومات. النهاردة إذا أنا يعني بفشي سر معين شو راح يصير لي؟ مشكلة كبيرة. فكم بالحري إنه إنك أنت تستأمني شيء روحي. إذا أنا تكلمت فيه مع أي إنسان تاني،
شفت كيف؟ انه انا دينونتي امام الله كبيره جدا جدا. نحن محتاجين انه يعني نراقب بعضنا البعض، مش نراقب انه يعني اشوف وين خطيتك وين بتعمل، لا، انك انت يعني انا بيجي بقول لك يا اخي بص انا عندي ضعف في موضوع معين، ارجوك راقبني، ساعدني، صلي لاجلي، صلي لاجلي، اذا شفت اي علامه بتخليني انه انا امشي بهذا الاتجاه ارجوك وقفني. رائع. انا على فكره عندي اشخاص معينين اعطيتهم يعني مطلق الحريه يتكلموا في حياتي، واو، في حياه عيلتي، واو، في حتى في علاقتي مع زوجتي، واو، شفت كيف؟ قلت لهم ان عندهم مطلق الحريه، اذا في يوم من الايام انا انجنيت لاي سبب إن كان زوجتي بتحكي معهم، واو، شفت كيف؟ ناس عندهم يعني اعطيتهم الحريه فيهم يقولوا اي شيء في حياتي، واو، شفت كيف؟ وده اللي بيساعد على فكره، مش بس بيساعد، انه حتى بيطلقك في الحريه، بيطلقك في الحريه، عشان انه لما انا اتعهد شيء امام الله وامامك على فكره هذا بيساعدني انه انا اعيش في حياه القداسه. امين يا رب، امين يا رب. يعني هلا شفنا انه الحزن والندم على الخطيه، بس في نوع ثاني ايضا من الحزن، الحزن لما انا احزن على التقصير الروحي تبعي. شو تقصد التقصير الروحي؟ يعني موضوع الخطيه انه انا بجي يعني اقول لك كلمه ما تكون كويسه، شفت كيف؟ انه ارتكب شيء تجاهك غلط معين، يعني انا بعرف في لحظتها انه انا عملت شيء غلط، تمام، وهذا الشيء احزن قلب الله، فبدخل في حزن روحي واقول له يا رب اغفر لي خطيتي، واجي اقول قلبا نقيا اخلق فيه الله. اما في حزن ثاني انه التقصير الروحي بمعنى انه انا في علاقتي مع الله فاتره، ما في يعني علاقتي بالله مش يوميه، مش بالزبط، مستمره بالزبط. يعني فبتلقى مثلا واحد كل شهر يقرا له اصحاح واحد من الكتاب المقدس، وطبعا قراءه الكلمه مش لانه انا بدي اعمل اعمال صالحه، ولا بدي انه اخلي ربنا يكون مبسوط مني، تمام، يا بس انه للعلاقه. تخيل معي واحد هو وزوجته عايشين في نفس البيت، بيحكوا بس فقط في الشهر كلمتين مع بعض، مأساة، مصيبة، راح تنتهي العلاقة. شفت ازاي؟ فمرات لما انا اكتشف التقصير الروحي تبعي في علاقتي مع الله، زي ما انه لما اكتشف انه في تقصير مني تجاه زوجتي، هذا المفروض انه يزعجني، تمام. كيف؟ في ناس تلقى لا يمشي، لا يواظب على اجتماعات، لا يقرأ كلمة الله من وين لوين لما عشان يصلي له صلوة أو صلتين، شفت كيف؟ ويعني بتاخذه على الاجتماعات ترغمه، ولا وتلقى مكيف على حاله، والموضوع على فكرة لا يؤثر فيه بأي شيء. الإنسان المؤمن الحقيقي لما يصحى على نفسه لازم يحزن على الوضع، على العلاقة المكسورة، إنه هو مقصر. يعني على فكرة حتى نحن اليوم في علاقتنا الشخصية، أنا يعني إذا أنت في مشكلة معينة وإنه أنا ما بقدر أساعدك وإنه ما بتصل فيك ولا آخر، ده مفروض يزعجني، تمام، مفروض يزعجني إنه ليش إنه أنا ما عم بعمل وقت إنه أتصل فيك، تمام، وأصلي لأجلك. فكم بالحري في علاقتي مع الله، yeah. فده الحزن، إنه تقصير الوضع الروحي. يعني في روميا 7 بيقول بولس الرسول: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينغزني من جسد هذا الموت؟ إنه أنا عايش في جسد هذا الموت وعم بقصر، لأنه بولس قال الأشياء اللي أنا عايز أعملها ما بعملها، والأشياء اللي ما مفروض أعملها بعملها. هذا الموضوع المفروض يخلينا نعيشه في حزن روحي، يقول لي يا رب إنه خلصني من هذا الشغل، يا رب، يا رب، إنه خليني أعيش بأمانة إلك في كل يوم. هذا حزن. في واحد من الأباء، يعني أباء الكنيسة، عايز اقتبس اقتباسين في الحياة اليوم كتير أثر فيه. في اقتباس من القديس قريغوس بيقول: لا يطوب الله الحزن بحد نفسه، بل بسبب ما يولده فينا من رغبة للسعي وراء الأفضل. فالموضوع مش الحزن في حد ذاته هو الغاية، إنما الرغبة اللي بتتولد فيها بتتولد فيك يا من رغبة للسعي وراء الأفضل. وفي التعزية يتحول الحزن إلى فرح روحي. واو. عميق. واو. قديس أغسطينوس أيضا بيقول إن أولئك التائبين إلى الله
يفقدون أشياء اعتادوا عليها وعزيزة عليهم. هذا برضو نوع من الحزن. تمام. أنا كنت عندي عادة معينة قاعد مع أصحابي بنشيش طبعا يفرح هذا الموضوع وفجأة تنقطع عن هذا الموضوع يخليك تحزن طبعا انه انا بحزن انه مش قادر امشي مع الناس دول بسبب ايماني بسبب ايمان مبادئ الحديثه بالضبط انه انا دلوقتي انه عايز اعيش حياه القداسه بدك هذا الا قصده هون القديس اغسطينوس اولئك التائبين الى الله يفقدون اشياء اعتادوا عليها وعزيزه عليهم ويكابدون حزنا ما الى ان تحل فيهم محبة الأبديات لكنهم سيتعزون بالروح القدس. ده نوع تاني من مواضيع الحزن اللي الواحد ممكن يدخل فيها. يمكن هذا الكلام ياسر بيجسد الآية يعني اللي بتقول في مزمور 126 إن الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. بالضبط. يعني لما بكون أنا بالفعل عم أسكب قلبي صح. عم بحزن على وضعي عم بحزن على انقطاع علاقتي مع صح. الله وعلى خطيئتي اللي ربما عم برتكبها بالزبط. بقصد أو بغير قصد بالزبط. هذا الموضوع إذا كنت عم بمشي فيه أنا يوم بيوم هذا الموضوع رح يوصلني لمرحلة رح أفرح فيها رح صح. أتعزى فيها رح أبتهج فيها صح. وعلى فكرة هذا الموضوع ليش مهم؟ لأنه ده رح يساعدني أنه أثابر يعني الإنسان اللي بيقول لك يا أخي يعني وإن اعترفتم بخطاياكم فهو أمين فيعترف ربنا يعني نحن تأثرنا وكذا ومش عارف إيه وخلاص ويمشي يعني كأنه ما في إشي حصل حتى في ناس ياسر قالها أحد الأشخاص مرة أنه في ناس حتى يعني حتى كلمة التوبة أو هذا الاعتراف عجزوا منه فبلشوا يسجلوها على كاسيت ويسجلوها ويشغلوها لربنا بين الفترة والأخرى ما تزبط ما تزبط بهذا الموضوع فعشان هيك هذا الآية اللي انت قرأتها فعلا نحن مرات ممكن نبتدي نبكي لأنه دخلنا في ظروف صعبة أنا عايز أغير نفسي ومش قادر وبصلي ربنا كل يوم بقول يا رب غيرني يا رب وببكي لأجل حالتي ببكي لأجل حالتي وعارف انت هذا الموضوع متين نصله لما الروح القدس يبتدي يعمل فينا مش أنا عايش إيمان على حسب الجسد أو على حسب معرفة العقلية عشان هيك بقول لك إنه الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق بها لما أنا أكون حزين على حالي حتى كلمة يا رب أغفر لي مش قادر أطلعها لأنه شاعر بالتقصير وشاعر بالشيء اللي أنا دخلت فيه فإذا الحزن قوة ياسر بالضعف لا لا أبدا حزني أنا على نفسي صح. وعلى خطيئتي وحزني على انقطاع علاقة كل هالأنواع من الأحزان هي بالحقيقة قوة في حزن تاني كمان لؤي كتير مرات ما نتكلم فيه أنه حزنا على خطايا الآخرين أنك أنت اليوم تشوفني أنا عايش في وضع مزري بتكون عارفني أنا ابتديت بداية كويسة مع الرب وفجأة حصل شيء في حياتي في شيئين انت ممكن تعملهم فيه تشمت فيه قول انا اساسا كنت شاكي في الموضوع تمام. وهو كان تصرفاته تبدو مش عارف ايه يا وشير مع هذا وشير هذا مع هذا الوضع الاكثر يعني. هذا هو ردة فعل ممكن تعملها تجاهي تمام. ردة الفعل الثانية انك تدخل في حزن وتقول يا اخي انه كيف انه واحد ابتدى بداية كويسة انه يصل لهذا النهايه احسن من اجل الاخرين تحزن وتحزن مش شفقه فيه شفت كيف تحزن للوضع اللي انا دخلت فيه وهذا الحزن يخليك انك تصلي لاجلي هذا الحزن يخليك ترفع السماعه وتقول لي انا بصلي لك ومش انك ترفع السماعه وتقول لي بص ما يعني انا كان قلبي حاسسني يعني شفت كيف وانا على فكره ما يعني في مثل بيقول لك انه يعني البقره لما تقع بيكسروا شو السلاخين اي ما بص انا قلبي كان حسيني في الموضوع الفلاني يا اخي صلي لاجله يعني المفروض انا اليوم ياسر احزن على نفسي لو ما كان في عندي حزن على غيري عند سقوطه بالضبط فعلا 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 اول ما القى نفسي انه انا بشمت على انسان سقط اعرف انه انا ما عم بتعامل مع الموضوع تعامل روحي واو واو
هذا الحزن على خطايا الآخرين. يعني أنا لقيت آية هون من عزر يعني من عزرة يعني سفر عزرة لما إجي وقرأ قال لك ولما كملت هذه تقدم إلى الرؤساء قائلين يا لم ينفصل شعب إسرائيل والكهنة واللويين من شعوب الأرض حسب نجاستهم. فبذكرهم لأنهم اتخذوا من بناتهم لأنفسهم قال لهم يا جماعة نحن وصلنا الحديد الحضيض وكانت يد الرؤساء والولايات. فلما فالجماعة كانوا يعني عزرة لما عرف عن عرف عن وضع شعبه شو عمل قال فلما سمعت بهذا الأمر مزقت ثيابي وردائي ونتفت شعر رأسي وذقني وجلست متحيرا. وعند وعند تقدمة المساء قمت من تزللي وفي ثيابي والرداء الممزقة وجثوت على ركبتي وبسطت يدي إلى الرب من أجل الآخرين. هذا كان ممكن أقول لك يا أخي يستاهلوا. هو مش مضطر يعمل هيك أصلا. كفروا بالله هذول يا أخي يستاهلوا الحرق. أي شيء ربنا ينزل فيه حزن. هل هذا هو الحزن اللي بحسب قلب الله؟ بس هذا هو الحزن اللي نحسنه بحسب قلب الله. والله يعزينا. تعرف شو التعزية؟ إنه حزنك علي الله يعزيك إنه الله يبتدي يغيرني. واو. فأبتهج بالزبط. كما قال كاتب المزمور يعزيك. واو. فتجد عدة أمثلة. حتى أخذ موضوع إرميا. في إرميا حزن لأجل الشعب. يعني في إرميا 9 بقول يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فكي أبكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي. واو واو. يعني هذا كان حزنه كان شاغله ليل ونهار بالضبط من أجل آخرين. يعني بالزبط. حتى مش من أجل نفسه. هل هذا الموضوع بيعطينا انطباع ياسر أنه كمان ما لازم أكون أناني في حزن؟ يعني الموضوع ما لازم يكون فقط مختص مش فيه أنا. أيوة صح. هو الموضوع على فكرة على فكرة حتى في حزن الروح الموضوع مش فيه أنا. الموضوع أنا حزنان لأنه أحزنت قلب الله. هذا من جهة بالزبط. أو حزنان على آخر من جهة تانية. من جهة تانية. شفت إزاي؟ على فكرة عادة التصرفات اللي بتكون تجاه الآخر ومش إنه مركزة في نفسي دي اللي بتجيب بركات إلي. واو. على فكرة هذه الصلوات اللي بتدي أول واحد ما بتدي يقول لي يا رب على فكرة أنا محتاج وأنا 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 لا نبتدي صلواتنا نتكلم عن الله. يعني أحول الموضوع من علي أيوة إلى علي أو بز... إلى على الآخر. بالضبط. يعني. ابتدي صلواتك قول لي يا رب أنا أشكرك أحمدك أنت قدوس. خلي هو يكون المركز يا رب. ومش نحن. ياسر إذا حبينا ننتقل للجزء الثاني من الآية. يعني تكلمنا عن الحزن وعن عن عن أنواع الحزن المختلفة وشو هي أنواع الحزن اللي يعني بتفرح قلب الله وأنواع الحزن اللي بتحزن قلب الله أو تكسر قلب الله. لكن إذا حبينا نأخذ الموضوع من الطرف الثاني يعني كمالة الآية بيقول لك طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. كثير في آية بتلمس بتلمس قلبي جدا جدا كل ما أقراها يعني تخترق كياني بالفعل. يقول لك كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. يعني تعزية الرب ياسر هاي كيف بنشوفها على أرض الواقع؟ يعني شو نوع التعزية هذا؟ كيف أنا اليوم لما بكون داخل في حزن معين وبكون بالفعل مثلا حزنان على خطيتي أو حزنان على شخص فقدته أو حزنان على انقطاع علاقتي بالرب كيف أنا بفرح فعليا؟ يعني كيف هذا كيف يضمحل هذا الحزن؟ وزي ما أنا قلت في البداية إنه هذا الحزن مش إنه لا صح إنه واحد يحزن وهذه السعادة. يعني أقول لك لأنهم يتعزون. هذه التعزية مش تعزية بس مشاعرية. حلو. سويت كيف إنه يعني أنا طالع ووجهي فيه ابتسامة ويعني أبضاي ونحن تجاوزنا هذه المرحلة. لا لا مش قصد الكتاب كده. يا التعزية مش إنه شيء خارجي. التعزية إنه يدخل في سلام داخلي وأسمع صوت الرب ويقول لي خطاياك غفرت. واو. لو كان سبب حزني هو خطيتي. بالضبط. سبب ده شيء داخلي فيه أشعر أنه الرب بيحضني. قال لك الصديق يسقط 7 مرات
ومين اللي بيقيمه؟ الرب. الرب مش أنا، الرب يقيمه. فالتعزية بتجي وإيه يعني لما تجي وتلقى إنه ربنا ماخ بإيدك ومقاومك. واو. يا. واو. معزيك بكلمة من عنده. أنت بتكون في وضع أو أنا بكون في وضع حرج جدا جدا. شفت كيف؟ وحزنان. أنت بتجي والرب يعطيك كلمة إلي. ترفع فيها نفسي. يا. تخليني إنه مش بس فقط أقف، تخليني إنه أبتهج. ومش بس فقط إنه أبتهج إنه يعني عاطفيا يعني يعني شيء إنه بيزول، إنما شيء يكون شو داخلي، يكون في سلام في حياتي. وده الشيء على فكرة، الإنسان اللي بيحزن لأنه عمل الشر لا يمكن يفرح هذا الفرح، لا يمكن يحزن ما يحزن، يطق راسه في السماء ينزل، لا يمكن يحصل هذا، لأن هذا الفرح بيجي فقط من الرب. لأن الكتاب المقدس بيقول لا سلام قال إلهي للأشرار، يعني هذا فرح نابع، صح، فرح ينبع من الداخل غير متأثر بأمور خارجية. بالضبط بالضبط. أساسه كلمة الله. واو. يعني النهاردة أنا بعرف إزاي إنه ربنا غفر لي خطيتي، مش شعور على فكرة، تمام، بس بعرف إنه الرب غفر لي خطيتي لما أنت تيجي تقول لي وإن اعترفتم بخطاياكم فهو أمين وعادل. فبتقول لي أخي ياسر إنه دم يسوع المسيح يطهرك من كل خطيئة، قم وأنهض. واو. كيف؟ قوة الكلمة. بالضبط. هذا مش كلامك أنت، أنت بتجي بتشجعني بكلمة الله. وهذه كلمة الله هي اللي بتخليني إنه أشعر بسلام. الشيء الثاني، العزاء بيجي، التعزية بتجي عن طريق إنه أشعر بأمان. حلو. كيف؟ أشعر إنه أنا بأمان في إيد الرب. إبليس يشتكي ما يشتكي، العاصفة تقوم ما تقوم، الناس تشمت فيها ما تشمت فيها، أنا بعرف إنه أنا الموضوع ده أمام الرب إنه يعني صفيته. واو. شفت كيف؟ فأنا تسليم كامل للموضوع. بالزبط. هذا بيعطيني أمان داخلي وبيعطيني سلام داخلي وبهجة داخلي. أنت تعرف نحن مرات كتير ردة فعلنا تجاه بعضنا البعض عنيفة. ليه؟ لأنه ما بنشعر بأمان. يعني أنا ما أشعر بأمان تجاهك في أمر معين، تلقاني قمت وشوهت سمعتك ومش عارف إيه ولا ليش، لأنه بدي أشعر بأمان. كيف؟ بس لما الرب يعطيني أمان، بغض النظر أنت شو راح تنظر لي، بغض النظر انت راح تتعامل معي، انا اماني في الرب. عشان هيك بقول ان الرب برج حصين له المجد يا رب. شفت كيف؟ يجري الصديق. نعم. فيتمنع فيه. رائع. يعطيني امان. رائع. فهذه هي التعزية الحقيقية، انه اشعر بسلام، اشعر بامان امام الله. واو. واو. قال احد الاباء ياسر مقولة رائعة جدا، ان كنا خطاط فبالأحزان نؤدب. صح. وإن كنا قديسين فبالأحزان نختبر. فعلا فعلا فعلا. يعني الرب، هل هذا الموضوع بيقولنا أنه الرب ممكن حتى يشوف ردة فعلنا عن طريق الأحزان؟ صح. يعني ابني اليوم مثلا على سبيل المثال، لو أنا حابب أعرف هو بيحبني أو لا، ممكن أقطع عليه بعض الأمور اللي هو يعني بالنسبة له هذا شيء المفروض يكون متواجد. صح. فهون ممكن انا اشوف ردة فعله كيفي، هل يا ترى راح يقطع العلاقه معي، هل يا ترى راح يعني راح يتصرف تصرفات غير ادبيه معي، هل هاي ردة فعل ممكن الله يسمح فيها في حياتي لحتى يختبر انا مدى قوه علاقتي فيه؟ طبعا. بنشوف في مثال ايوب. عندك مثال كامل في يوم واحد انه الدنيا انقلبت عليه. مرته قالت له هذا الاله العنه خلاص امشي، قال لا لا يمكن. واو. لا يمكن. وعلى فكرة هذه اللحظات اللي بنمر فيها بحزن والرب يسمح فيها ندخل بأمور معينة، هذه هي اللحظات اللي بيبان فيها إيماني. على فكرة إيماني لما أنت تودينا على اجتماع وهللويا وكلنا مرنمين وكل هذا مش اختبار لإيماني على. صحيح. فكرة جو كويس. صحيح. مع جماعات وقاعدين عكس مفرح ومبهج. بالضبط. هذا على فكرة هذا مش هذا مش اختبار. اختبار بتختبر إيماني وين؟ لما أنا أدخل في ضيق. نوعية إيماني رح تظهر أمامك. شفت كيف؟ فالإيمان تبع الاجتماعات وتبع يوم الأحد، احنا على فكرة في الكنيسة كلنا أشكالنا كويسة. صحيح. في الكنيسة كلنا نشكر الرب، في الكنيسة كل ما عندنا مشاكل. شفت كيف؟ هذا مش الاختبار الحقيقي. الاختبار الحقيقي لما نحن
ندخل في ضغطه. يا بص على المحك، على المحك، نوضع على المحك. وانت عارف مثالنا الاعلى مين؟ السيد المسيح له المجد. السيد المسيح لما كان في جثماني كان حزين ولا لا؟ طبعا. بيقول عنه اكتئب. صحيح. وجثماني معناتها المعصره. تمام. هو كيف؟ فلما تعصر، لما تعصر الزيتون شو بيطلع منه؟ زيت. زيت مفيد ولا لا؟ مفيد طبعا. ده نفس الشيء. ممكن نحن ندخل في حزن وممكن نكتئب. السؤال الوحيد شو اللي بيطلع مني في هذا الوقت؟ سب، لعن، شتيمة، كفر، ولا شكر وحمد وسلام؟ وهذا ما ينظر إليه الرب. بالضبط. يعني حتى يختبر يشوف أنا وضعي بالزبط. وين وين. بالضبط. والله لمن يختبرك ويختبرنا، الله لا يمكن يختبرنا عشان يفشلنا. بالعكس، من أجل نضوجنا. بده يخلينا نكون شو أحسن وينقينا أكثر وندخل معه إلى عمق جديد. واو واو. بولس الرسول في رسالة رومية 8 بيتكلم إن كنا نتألم معه لكي نتمجد معه أيضا. هل ياسر نوع من الحزن ونوع من الألم لازم على طول نفكر، يعني هل يا ترى شخص الرب يسوع المسيح المفروض يكون أيضا جزء لابتهاجنا؟ يعني نحزن لأنه الرب يسوع المسيح في محبته لنا قدم نفسه على الصليب. فهذا الموضوع طبعا يعني قد يقول عنه البعض ضعف، أنت المفروض تحزن لأنه إلهك هذا يعني إله ضعيف ذهب حتى الصليب. لكن هل يا ترى لازم أنا أعلن هذا الموضوع في حياتي ببهجة القيامة أنه الرب يسوع المسيح ما بحزن فقط لأنه وصل للصليب ومات من أجلي، لكن بفرح في قيامته من أجلي. هل فيني أربط موضوع الحزن والابتهاج والتعزي بهذا الموضوع؟ طبعا. نحن في المسيح عندنا مش بس فقط أسوة حسنة، مثالنا الأعلى. يعني شوف حياة المسيح، أنه يا ما شفى ويا ما أضعم الجياع ويا ما عمل ومش عارف إيه، وشو كانت نهايته؟ يعني قبل خميس يعني قبل ما يمشي جسماني، اثنين من جماعته الشباب القريبين منه اللي غمس معه مش باعه، والثاني مش، وقال لك كلهم يعني تبعوه من بعيد الشلة كلها، وانه في جسماني ومعصرة وصليب والآخر. بس في كل هذا الموضوع انا وانت اليوم لما نشوفه بنعرف انه احد القيامة جاي. نعم. شفت كيف؟ نعم. بنعرف انه في خميس العهد والغسل، بنعرف انه في جمعة الآلام. على فكرة عشان هيك بيسموها الجمعة العظيمة. تمام. شو العظيم في الآلام؟ صحيح. عظمتها لانه الأحد جاي. تمام. سبت النور وأحد القيامة جاي. فعشان هيك نحن لما نتمثل بالمسيح، لما نقول له يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يعلمون، لأنه بيعرف أنهم هو رح يقوم من بين الأموات. فإذا سيدي حزن، إذا سيدي تعذب، إذا سيدي أهان، نحن يا أخي اليوم أقول لك يا أخي هذا داس على كرامتي. يا أخي دوس على كرامتك. سيدك تفف وشه، قال لك لا منظر له ولا جمالا. يعني انت حابب تقول بهالكلمات يا سر انه اذا اليوم انا اجوا تفوا بوشي او عيرونا في ايمان او عيرونا بشيء معين، هذا المفروض يكون سبب فرح. طوباك وطوبايا على الاقل نتمثل بسيدنا. على فكره يعني وبهذا انا عايز اخذ هذا السانح انه فعلا نصلي لاجل الناس المضطهدين في اسم يسوع المسيح. طوباك طوباك وطوبايا. اليوم نحن اليوم الناس بتفف وجوهنا وبيسيئوا لنا، ليش؟ لأنه يعني أزعجناهم بأمور جسدية. صحيح. شفت كيف؟ بيتخانقوا معنا لأنه ما عطيت. يا ريت الناس يتخانقوا معنا لأنه نحن أتباع المسيح. يا ريت إنه جارك يجي يقول لك بص أنا أتفف وشك لأنك أنت من أتباع المسيح، أنت يهينونا بسبب المسيح. طوبانا طوبانا. واو واو واو. يا مجدا للرب يسوع. يعني هذا موضوع رائع جدا ومعزي جدا، وبالفعل المفروض يكون سبب فرح وتعزية لحياتنا لما بنكون عم نفهم موضوع الحزن شو المقصود فيه في هالكلمات هاي. فالتعزية بس أختم بهذا الكلمة، يعني التعزية ليست الحزن، ولكن نتيجة الحزن تأتي لالتقاء قلب الله بقلبك وبقلبي وتغيرنا. في آية واحدة عايز إنه أختم فيها بإشعياء 61، المسيح بيقول روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، لأرسلني لأعصب منكسري القلب، لأنادي للمزبيين بالعتق،
وللمأسورين بالإطلاق. وهنا الآية اللي أنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا لأعزي كل النائحين. لأعزي كل النائحين. يعني الرب أخذ هذا الموضوع عاتقه. بالضبط. الله يريد أن يعزي الجميع كما ذكرنا وقلنا هو يعزي كإنسان تعزيه. بالضبط. لكن لازم يكون حزننا بحسب حسب مشيئة الله. حسب مشيئة الله. يؤدي إلى توبة. ويؤدي إلى أمل ورجاء وحياة أبدية في يسوع المسيح. يا رب. آمين آمين. أخي أختي ما بعرف شو هو وضعك اليوم أنت، ما بعرف شو هي الأفكار اللي بتدور في ذهنك، الأفكار اللي بتدور في قلبك، لكن سمعنا عن موضوع الحزن. إذا كنت بالفعل، إذا كان في قلبك بالفعل حزن، افحص ما هو هذا الحزن اللي في قلبك. هل هو حزن بحسب قلب الله؟ هل هو حزن على خطية معينة موجودة في حياتك؟ هل هو حزن على آخر؟ بشجعك أنك تراجع نفسك، تراجع أفكارك، تراجع أفكار قلبك، تراجع دوافعك في 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 حياتك اليومية. صلي، نصلي من أجلك. ارسل لنا طلبات صلاة، لو عندك أي شيء حابب أنه تشاركنا فيه احنا موجودين، حابين نصلي من أجلك، حابين كمان نضع أمورك أمام الله حتى كمان أنت تكون عم تتقدم وتنضج في الإيمان وفي كلمة الله. الرب يباركك، وإلى الحلقة القادمة بنعمة الرب يسوع المسيح. سلام الرب معكم. يسوع الطريق والحق والحياة.